هنا يا حاج. اتفضل يا محمد، تعالى اتفضل نجيب لك حد. يعني اتفضل يا محمد، اتفضل يا محمد، اتفضل يا محمد. بضاعة معاك؟ بضاعة معاك يا حاج. أنا مالك، أنا مالك. ريح بس، ريح بس. أنا مالك. هات إزازة المية دي اللي جوه الصغيرة. أه اتفضل، لا عدي عدي خالص. اتفضل اتفضل براحتك خالص. اسم اسم إيه بس عشان تتفضل. لا لا احنا هنطلع بضاعة، حد هينزل وهينزل. هات بس البضاعة حق البضاعة بس. شغل الكاميرا، شغل الكاميرا. اتفضل وسع الطريق، اتفضل ركز على الحبر. ايوه البضاعة فين؟ البضاعة فين؟ البضاعة يا واحد رقمه، يا واحدة بس رقمه كام؟ رقمه كام؟ يا واحدة. هو امسك كده انت ده. مربع ده ورا مربع. ما تخرجش بره من هنا. ماشي. بطاقتك؟ دي اللي ينتخب بس العشرة. دي معلم. خد اهو. ماشي تمام كده يا ريس. ماشي تمام كده يا ريس. ماشي تمام كده يا ريس. متعرف عليك يا حاج. على ما متعرف عليك؟ انا اسمي مختار عبد الرحمن ابو بكر، كنت ناظر الالمان الثانوي. عندك كم سنه يا حاج؟ عندي 83. وانت النهارده اصريت ان انت تنزل انتخابات ليه يا حاج؟ واجب، واجب وطني ودين. ربنا يوفقك يا حاج ان شاء الله. النهارده اللجنه يعني ساعدتك النهارده في يعني اجراءاتها، يعني انا شايف اللجنه كويسه. الحمد لله. اتفضل يا حاج وصلك. شكرا. على مهلك. عندك كم سنه؟ 83. النهارده اصريت وقطعت مسافه جامده عشان تنتخب، ايه اصرارك في يعني هو واجب ديني ووطني. فلازم نؤدي الواجب لاخر لحظه. طيب حضرتك شغال ايه؟ كنت ناظر الالمان الثانوي. طب ممكن احنا خلاص حضرتك صوتت وانتخبت، ممكن اعرف انتخبت مين؟ انا شفت الورقه عامه بس عايز اعرفها منك. طبعا الدكتور مرسي. الدكتور مرسي، تقول لي صبعك يا حاج كده بعد اذنك. طب انت تقول ايه للدكتور محمد مرسي في حاله فوز وعايز منه ايه اول حاجه يعملها؟ يعني يذهب بمصر ويرقى بها ويثبت الرساله الدينيه اللي هو مؤمن بها.
انا شبكه تكريم تشكر حضرتك، وانا مش عايز اعطل حضرتك اصلا. لا شكرا شكرا.